التعميم هو إنك تستنتج أحكام عامة من مواقف فردية أو جزئية، يعني مثلا تيجي توصف الضمايطة أو المنايفة والصعايدة وغيرهم بصفات كلها تعميم من مجرد مواقف حصلت لناس معينة، والناس دي عمموا المواقف وخلدوها وحطوا منها قواعد لسه لغاية دلوقتي بنصدقها. يعني ما ينفعش نصدر أحكام عامة ونحط قواعد بقى؟ لا طبعا، في قواعد عامة كتير صحيحة، زي لما نقول إن كل نبات بينمو وكل معدن بيوصل الكهرباء. حيرتني معاك، يعني مرة تقول التعميم وحش ومرة تقول إنه كويس؟ هو فعلا كده، لو جبت دليل قوي وصحيح هيوصلك لأحكام عامة صحيحة، ولو دليلك ما كانش قوي يبقى حكمك العام هو كمان مش هيبقى قوي. يعني ما ينفعش علشان موقف أو مواقف بسيطة حصلت لك يتقال إن كل الرجالة خاينين أو كل البنات نكاديين عشان شفت ده في موقف أو اتنين. والموضوع ده مش مقتصر على التعميم في المواقف الاجتماعية، للأسف المغالطات دي بتحصل كتير في الإعلام والسياسة والاجتماع. يعني مثلا لما نقول كل مسلم إرهابي أو كل غربي منحل، أنت نفسك ممكن تستخدم التعميم لما المدرس يقولك أنت إزاي حليت المسألة دي كده، أنت فاشل، وقتها بتعمم الموضوع وتعتبر نفسك فاشل في كل سلوكياتك وتصرفاتك. طب إزاي أفرق بين التعميم السليم والخاطئ؟ بالتفكير السليم وتحري قواعد المنطق في الاستدلال. إنما قولي بقى، هو صحيح كل البنات نكديين؟